اليوم سنتكلم معكم في موضوع مهم جدا وهو أدوية اضطرابات القناة الأضميتو Gastrointestinal Pharmacology، يعني أدوية اضطرابات القناة الأضميتو. راح نقسمها إلى عدة أقسام. أنشرح كل قسم على حدة. 1- Peptic Ulcer Disease (PUD) يعني القرحة الهضمية. 2- Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) يعني الارتجاع المعدي. 3- Nausea and Vomiting يعني الغثيان والتقي. 4- Diarrhea and Constipation يعني الإسهال والإمساك. 5- Irritable Bowel Syndrome (IBS) يعني متلازمة اضطراب الأمعاء أي القولون العصبي. إذا نأخذ أولا. 1- القرحة الهضمية. القرحة الهضمية Peptic Ulcer Disease تحدث كنتيجة لعدم توازن بين القوة الحامية لأغشية المعدة والأمعاء وبين القوة المدمرة للإنسجة المخاطية. وبصورة أوضح نقول الغشاء المخاطي الذي يبطن جدار المعدة وتحميها من حمض الهيدروكلوريك الذي يفرز في المعدة من أشهر أنواع القرحة الهضمية. 1- قرحة المعدة. 2- قرحة الأثنى عشرة. 3- قرحة المريء. العلاج الدوائي في هذا الموضوع: معنا عدة مجموعات تعالج القرحة الهضمية. المجموعة الأولى هي مضادات الحموضة أنتي أسيد. المجموعة الثانية هي أسيد سوبريسين ثيرابي، وهي الأدوية المزيلة أو المنعة لتكوين الحمض، وتشمل 1- H ريشفتور أنتاغونيستس يعني مضادات مستقبلات الهستامين أند 2- بروشن بامب إنهيبتورز مثبطات مضخة البروتون يعني مضادات مستقبلات الهستامين المحفز لتكوين حمض الهيدروكلوريك وكذلك مثبطات مضخة البروتين. المجموعة الثالثة البروستاجلاندين مثلا ميسوبروستول واو تينيدازول. المجموعة الرابعة موكوزال بروتكتيف أجنت وهي عوامل حماية الغشاء المخاطي مثلا بيزموث سوبساليسيليت سكر الفات. المجموعة الخامسة العوامل المضادة للميكروبات أنتي ميكروبيال أجنتس إكزامبل أموكسيسيلين مترونيدازول كلاريثروميشين تتراسيشلين بروستاجلاندينز ميزوبروستول تينيدازول. سوف نأخذ كل واحد منهم بتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله.